ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان بحجة معي. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، اعتمر أربع عمر كلها فيه في أي شهر؟ نعم أبو عبد الله، ها؟ في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، ما اعتمر لا في رجب ولا في رمضان، كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. قد بين هذا شمس الدين أبو عبد الله بن القيم، كذلك شيخ الإسلام جمع من أهل التحقيق، بأن سلم ما اعتمر إلا أربع عمر وكلها كانت في ذي القعدة.